ورجعنا لكم من جديد اعزائي مشاهدي برنامج الطبيب، وفقره خلاص الناس اتعودت عليها وبقت بتستناها، وبقت كمان بيجيلنا مسجات ومكالمات من يعني ناس كتيره قوي وحبايبنا في الدول العربيه. يعني واضح كده بقى ان ضيفه فقرتنا بقى ليها حبايب في كل مكان وفي كل الدول، يعني ما شاء الله انا مش هحسدها. ولكن لو هنرجع لاساس الفقره، او لو هنرجع للاساس خالص معاها، هنقول ان احنا ضيفه فقرتنا دكتوره منى العقاد عامله مبادره حلوه جدا جدا، ويعني وليها كل الشكر طبعا وكل الامتنان طبعا لذوقها واحترامها وانسانيتها، ان هي حابه ان اي حد بيشاهدنا ببرنامج الطبيب بيعاني من اي مشكله بس سمع واتزان، وقلنا قبل كده في فرق ما بين السمع والاتزان والانف والاذن والحنجره. اذا كان عندك اي مشكله او عندك اي مشكله في السمع والاتزان، فهي عامله الكشف وكل اختبارات السمع والاتزان مجانا من غير ما تدفعي ولا اي جنيه، وده اللي انا بحب دايما يعني اتك عليه قوي، لان في ناس بتروح لها لغايه ما بتوصل عندها بتكون مش مصدقه او مش يعني مش حاسه ان ده جد. خليني ارحب بوجودها معايا، والفقره دي قريبه قوي من قلبي لان هي بالتاكيد بتساعد ناس كتير قوي. بشكر دكتوره منى العقاد استشاري امراض السمع والاتزان، دكتوره جامعه القاهره، رئيس وحدات السمعيات بالمستشفى الجامعي، على وجودها معانا. وبقول لك نورتينا. ربنا يخليكي يا استاذه ميري. عامله ايه يا دكتور؟ منورك الحمد لله. بتوحشينا وعماله بصي والله انت كمان وبتحلمي. لا مش اكتر منك بقى يعني عارفه الحاله النفسيه برضو انت بتفرق معاكي. بتفرق قوي، بتفرق بلاحظها جدا. في التليفونات وانت بتكلميني الناس، نمر انا جاي لي ناس ما اعرفش من الشرقيه، ناس من المنصوره، اسكندريه، ده في ناس جات لك مخصوص يعني قالت انا هزور قرايبي وبالمره فوت على دكتوره منى. ايوه احكي لي كميه الناس اللي بتجي لك اكتر شكوى بيكون ايه؟ يعني بصي، هو طبعا يعني انا ذهلت من بعد المسافه اللي الناس بيجوا لي منها، بيقولي من مسافات بعيده قوي 3 4 ساعات سفر ورايح جاي، يعني هم جايين ويعني يعني في ناس بترجع في نفس اليوم، غالبا بترجع في نفس اليوم، وبيبقوا طبعا عندهم مشاكل هم متخيلين ان هي ملهاش علاقه بالنفسيه، ولكن الجزء النفسي ده مهم جدا. وبلاحظ حاجه مهمه قوي يا استاذه ميري، ان معظم السيدات او معظم الناس اللي بيبقوا تعبانين نفسيا بيلبسوا الوان غامقه، سو اسود على يعني اسودات. طبعا انت بصي لابسه فوشيا في اسود في الوان مبهجه حلوه. انا من ده على ده على فكره عشان ما اكذبش. انت الواناتك حلوه على طول. انا ولا فرحانه قوي ولا حزينه قوي، عارفه اللي هو ايه. لا بس بتفرق اللبس والستايل والالوان، لانه في ناس تقول لي ايه ده انت بتلبسي فاتح قوي، انت بتلبسي فواتح وابيض ومش عارفه ايه، ده مهم قوي، ده مهم جدا. الحاله النفسيه بتاثر اكتر. طبعا تعرفي في ناس كمان مش باللبس، يعني ممكن في ناس حتى مش بتقفل على نفسها في اللبس، هي بتقفل على نفسها حتى ان هي تخرج. يعني بتقعد في البيت ما بتنزلش. ده حقيقي. ده يعني بالذات بقى اللبس، مش بس بقى اللبس، الالوان اوضه الاوضه اللي انت قاعده فيها، اوضه النوم او الليفنج، او ما بلاش تبقى غامقه، بلاش تبقى الوان يعني كاتمه، يا ريت نبقى اقرب للطبيعه والالوان الفاتحه. شوفي انت لابسه ورود وفوشيا والوان طبيعه حلوه جميله، يعني حتى اللي يعني يحب نبص لك طبعا على طول ده. انا عشان كده والله يعني عارفه دايما بعكسك. ليه؟ لان بشوفك يا دكتور بصراحه عارفه، يعني حتى احنا استاذه مريهان كانت معانا رئيسه التحرير برضو، وانت داخله بتقول متناسقه في الوانها، يعني بتديني كده. انا بحب فقرتك يا حبيبتي، انت احلى والله، وبحب اللي انت مستمره معانا في المبادره، وبحييكي على فكره، اتعلم منك في الستايل الوان يعني انا بحييكي في نقطه حلوه قوي، ربنا يخليكي يا دكتور، ده من ذوقك، ان انت بديتي الفقره دي بالتفاؤل. ايوه طبعا، يعني انت عايزه توصلي للناس ان انا ممكن يكون عندي مشاكل سمع واتزان يعني اساسها نفسية. نفسية. يعني انا جات لي اكتر من حاله، سيده ومامتها وعند يعني الام عندها مشاكل نفسيه شايله هم البنت بنتها، فطبعا الام جايه دايخه وعندها يعني عدم اتزان مش طبيعي، وهي نفسها يعني حاسه ان في حاجه مش مظبوطه. ليه؟ لانه نفسي. فانا حتى سؤالي ليها، انت جيتي سفر 3 ساعات وما دختيش في الطريق؟ يعني هي جايه وحاسه انها هتلاقي عندي العلاج،
علاج حل مشاكلها، مش علاج يعني هي متخيله انه الدنيا هتبقى احسن والدوخه هتروح ورايحه للدكتوره منى. طبعا انا يعني بعد المسافه، وبعدين هي بتبقى راكبه كذا لا مواصله كذا. تسمحي لي اقول لك ان انت ذكيه في النقطه دي في حاجه، يعني انت بتقولي لها انت دايخه وعندك دواء اوكي وجايه 3 ساعات، احساس ان هي يعني انت برضو لعبتي ان انت عرفتي انا ان دي استغرب. عندها حاله نفسيه، ايوه احساس ان انت هتستمري 3 ساعات في الطريق ومش هتجيلك دوخه ومش هتتعبي، يبقى الموضوع فعلا عارفه يا نفسي. استاذه ميري، اول ما دخلت عليا عارفه اللي هو ايه، الحقيني انا دايخه انا تعبان. اول ما دخلت كانت داخله عادي جدا، وبعدين اول ما شافتني الحقيني انا دايخه انا تعبانه انا مش قادره، وبدات يعني ايه يعني زي ما بيقولوا قوتها تبدا تنهار. فانا قعدت اسالها بقى، بدات اسالها اسئله عاديه، ودخلنا بقى في قصه انت ايه اللي تعبك ايه ما لازم الاسئله دي طب لازم احنا اسالها. خلينا واقفين عند استاذه، مين كانت اسمها ايه؟ استاذه ناهد. استاذه ناهد، هنعرف القصه بتاعتها بالظبط. بس معانا تليفون. الو الو الو، مساء الخير غاده. مساء الخير، اهلا، ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. ممكن اكلم الدكتوره منى؟ ايوه معاكي استاذه غاده، مساء الخير. الو، ازيك يا دكتور؟ مساء اهلا الخير، وسهلا، ازي حضرتك؟ عامله اهلا ايه؟ بيكي، اهلا بيكي، اهلا بحضرتك. انا كان عندي بس كده شكوى عايزه استفسر من حضرتك فيها، يعني اتفضلي بس انا تكون عندي سمع واتزان، ما تكونش انف واذن. لا اكيد ان شاء الله. انا عندي بنتي كده بناتي عليها كتير، يعني لاحظتها كذا يعني على مدار ايام كتيره كده مش بتسمعني على طول، يعني مش بناتي بترد عليها عليكي بسرعه. مش كنا بترد. لسه بنتكلم في الموضوع طب ده. انت حاسه ان هي متجاهلاكي يعني قصده يعني فاهمه، ولا ده بجد يعني ايه اللي انت حاساه؟ لا مش حاساها متجاهله ولا حاجه، يعني بلاحظ كده كتير يعني اكتر من مره. هل يعني حضرتك اللي بتلاحظي ده بس، ولا في اشخاص تانيين بيلاحظوا ده؟ يعني باباها، ناس غريبه في المدرسه، قرايبها، جيرانها، اصحابها؟ هو انا ما حدش طبعا يعني لاحظ الموضوع ده تقريبا، بس يعني انا لاحظته اكتر من مره. ولما يعني جرس الباب بيرن، التليفون بيرن، بتستجيب بسرعة ولا لا برضو؟ برضه، ما انا عشان كده اخدت بالي، مش انا بس يعني، حاجات كده في البيت مثلا تحصل بتاع الاقي برضه ما فيش. هل عندها وهي بتاخد بوادر بالها؟ برد او اعراض برد، كحة، عطس، سخونية؟ لا ما فيش اي حاجه. طيب انتي ممكن يعني تبدأي تركزي معاها مع الغرب، يعني انتي برضو بالنسبة لها حيالله ماما، بس احنا عايزين نركز في نقطة انه البنت ما تعرفش تمثل انها مش سامعاكي. يعني الاطفال ما بيكدبوش، ما يكدبوش، يعني لازم نجلكت حكاية قصة ان احنا اوكي يعني ما نقولش ان هي بتكدب وانها بتطنش، ولا طبعا احنا ناخد بالنا ونركز مع البنت ان هي ما بتستجيبش لمامتها بسرعة، ولا للاشخاص الاخرين. يعني برضو دي حالة من الحالات اللي بتجيلي كتير جدا من الاطفال والامهات. البنت جات لي بمامتها، وكل ما اكلمها او اسألها أو بترد عليها على طول، فمامتها قاعده بتقولي اصل هي مش بتسمعني، اصلها مش بترد عليا بسرعه، اصلها. طب خدتي بالك وانا بكلمها بتون واطيه قليله ضعيفه هي بترد عليا، ومن اول مره، ولو انا سالتها سؤال طويل او هي ما فهمتوش تقولي ايه؟ ايه للاطفال مش معناه ان هم مش سامعين، ايه دي ممكن تكون علامه انها عايزه تشغل دماغها تفكر في الاجابه. فهي تقولك ايه عشان تفكر في الإجابة عقبال ما تحضر إجابتها. بنشكرك طبعا بالتأكيد، ويعني اتصالك يعني أنا شايفة أن السؤال ده مهم جدا، اتصالك مهم جدا معانا بالتأكيد، لأنها ذكرت أنها بتشرب نسكافيه كتير في اليوم، فده ممكن طبعا الكافيين بيحبس مية ما أنا الجسم. عشان كده قلت بقى أن ده مهم، ليه؟ كلنا بنعمل ده. أيوة. يعني يوميا، وفي ناس بالخمس مثلا مجات قهوة في اليوم، تو ماتش تو ماتش نسكافيه، ده فعلا يا دكتور خطر؟ طبعا. بصي حضرتك، احنا ما بننامش كويس وما بناكلش كويس وما بناكلش صحي، وبالتالي انت بتضغطي، بتعملي بريشر على جسمك انك عايزه تفوقي ومخك يفوق، فتشربي نسكافيه فاكره ان ده هيصحصحك. هو هيصحصحك بس هو ممكن يبقى له اثار جانبيه ثانيه وانت مش واخده بالك. فالافضل طبعا اي شيء بيزيد عن حده بينقلب لضده، بالتاكيد. والاذن بالذات، يعني حاسه السمع والاتزان بتتاثر بالاكل والشرب بتاعنا بصوره يوميه، يعني هي كلامها وشكوتها
بصوره يوميه. انا نسيت اسالها لو هي عندها مشكله في فقرات رقبتها برضو، لان احنا طول الوقت بنتكلم وبنتحرك وما بنقعدش 90 درجه صح، فوارد ان انا بحاول اقعدها هنا بس كده عارفه اللي هو يعني، ولكن فعلا احنا دايما بنقعد اللي هو يعني مستحيل ان حد يقعد صح طول الوقت فعلا، فاحنا بنتحرك ممكن خصوصا التليفون لما بتيجي تردي ما بتردش كده، بتردي كده طب بنفتح السبيكر كمان وبنرد كده وبرده بتوطي راسك، فممكن يكون عندها مشاكل في فقرات رقبتها تؤدي الى دوخه او عدم اتزان. ولكن النسكافيه انا انصحها انها تبطل النسكافيه، تبطله اسبوع يعني، ممكن نقول مج واحد في اليوم بدل 5 6 مرات لو هي بتشرب كتير، ونشوف الفرق. والاكل برضو نوعيه الاكل، الموالح والاملاح والبقوليات والحاجات اللي ممكن تحبس ميه في الجسم لا نقللها كتير، وان شاء الله هتلاقي فرق. لو ما لقيتش بقى فرق تجي لي عشان اكشف لها على السمع، وطبعا كشفها مجانا. عشان كده انا عايزه نقول المبادره مره ثانيه. أيوة. الناس اللي لسه يعني اهلا وسهلا بالساده المشاهدي برنامج الطبيب قناه المحور، اهلا وسهلا بيكم في عيادتي الخاصه. كشف مجاني والاختبارات مجانيه، ويعني حتى لو حد له قريب وهو اللي بيتفرج على البرنامج الطبيب والتاني لا يشرفنا برضو. هو اي حد يا جماعه يروح يقول لها كلمه السر برنامج الطبيب. الطبيب او الطبيب خلاص الموضوع انتهى. أيوة. وقناه المحور بالتاكيد. طيب قولي. أيوة بقى يا دكتور، عايزين نتكلم على نقطه مهمه جدا وهي الصديد. دايما بشوف الناس اللي بتعاني من الصديد ان هي بتعامل نفسها يعني بتحط قطنه معرفش بكده. الاول نفرق انه ايه صديد، ده ازاي يجي في الاذن. ممكن يكون في شويه شمع، يعني طبيعه جسم بتفرز شمع وده بيختلف من جسم لاخر. فالمريض او الشخص يفتكر انه ايه ده شمع ده ولا صديد، ما يبقاش عارف الفرق بينهم. اولا ممنوع ان احنا نلعب في ودننا، لان اللعب في الودان باي اداه معقمه او غيره ممكن تؤدي الى التهابات اذن خارجيه، وده بيعتبر أسوأ تاني الم بعد الام الولاده. اوكي. التهاب الاذن الخارجيه بنفسك، يعني انت بتلعبي في ودنك وتكوني انت سبب في التهاب اذن خارجيه. وادوات بقى يعني مش عايزه اقول بقى البنس والاقلام والمفك مش ممكن مش ممكن، ما هو ده الواقع اللي بيحصل فعلا. ولا بيعجبوني قوي المرضى ان هم بيقولوا ايوه احنا بنعمل. هم صراحه بس انا عايزه افرق ما بين حاجتين. يعني هل الصديد ده لازم يكون مصاحب لثقب في طبقة الأذن ولا ما هو الصديد ده بيجي من ايه؟ الصديد ده بيبقى نتيجة ثقب في طبلة الأذن. طيب احنا نعرف ازاي نفرقه او ايه مواصفاته، او احنا نفرقه زي من الشمع. اولا بيبقى فيه زي سائل وبينزل من الأذن. طبعا وارد مش وانتي قاعدة، ولكن واحنا نايمين نصحى الصبح مثلا او نصحى من النوم نلاقي فيه سائل على المخدة، ده مش شمع. يعني ده بيبقى موست بروبلي اكتر ان هو صديد، بلس انه بيبقى له ريحه مش حلوه، بلس انه ممكن يكون لونه مخدر لونه. طب انا عايزه اكمل معلش سؤالي عشان ده برضو دقيق قوي. برضو هنقول هل الصديد ده مصاحب لثقب في الاذن ولا ممكن يكون في صديد بس عشان الشمع؟ يعني هل الشمع ممكن الشمع يعمل ما بيعملش صديد؟ يعني صديد كده بس لثقب في الاذن؟ ايوه في جرح، الجرح ده لو انت عندك جرح صغير وسبتيه هيعمل صديد ويعمل مشكله، وهو في الاساس حاجه بسيطه. تخيلي بقى جرح جوه وجنب المخ وفي حته يعني فيري كريتيكال، وانت مش دريانه وبتدخلي ميه وخلقنا من الماء كل شيء حي، الميه لو دخلت على الجرح هتعمل مشكلة كبيرة، تعمل فلير للميكروب وتعمل مشكلة. يعني حتى لو حد عنده ثقب في طبلة الأذن بنقول له دايما اوعى تدخل مية في ودنك أبدا. طبعا احنا مش هنستمر كده، ولكن المفروض بيروح لأنف أذن ياخد علاج. وإذا كان عملية دي بقى نقطة مهمة، العملية دي لأن بيبقى عنده ضعف سمع طبعا لتحسين السمع ولا عشان يقفل الجرح؟ أيوة انا عايزه النقطه المهمه قوي دي، لان اولا دي الصديد مشكلة. الصديد لازم يتنظف بواسطه استشاري الانف والاذن والحنجره. بعدها بيشرفني اعمل له مقياس سمع. مقياس سمع بيحدد لي درجه ونوع ضعف السمع، اذا كان العصب السمعي متاثر ولا لا. فمقياس السمع بيبين لنا حاجات كتير نعرف منها ان العمليه، ما هو لازم هيعمل عمليه عشان يقفل الجرح. عارفه زي ما الكتب ما بتقول انه مضاعفات
الثقب بطبلة الأذن مضاعفات خطيرة لوجود الصديد بجوار يعني جنب طبعا جوه جنب المخ يعني في حته صعبه جدا يعني هي مش صعبه بس هي خطر يعني هي خطر جدا. في فرق بين الصعوبه والخطوره. ما هو مكان صعب بمعنى انه خطر لانه لو الصديد ده يعني نقولها بالبلدي كده لو ريح على اي عصب ما هي الاعصاب كلها اعصاب الجسم في المخ صح كده. لو ريح على اي عصب ممكن تعمل مشكله كبيره ممكن تؤدي الى يعني مش عايزه اقول يعني مضاعفات ما نقدرش نعمل لها كنترول. فاحنا بنفكر دايما لما بيكون في ثقب بطبلة الاذن بنعمل مقياس سمع تنظيف الاول عند انف اذن مش الشخص هو اللي بينظف لانه جرت العاده برضه ان الشخص يقول لك ما انا نظفت ودني دخلت كوتن باد وطلعت الصديد. لا احنا ما نفكرش كده. ليه؟ لان الاذن تشريحها داخل لجوه فلما بيجي يدخل بيطلع جزء ولكن الجزء التاني بيكون ممكن بيدخل جوه لان هو مش شايف ومش طبيبه ودي بتبقى ليها اجهزه معينه للتنظيف. السؤال المهم اللي قبل ما اختم فقرتنا ويمكن انا في اتصالات مخرج اجنبي بيبلغني في اتصالات كتيره جدا ولكن انا بعتذر لان انا ببقى نفسي اسالك اسئله الناس نفسها بقى بجد تسمع ومعلومات اصلها تفيدنا في بيتنا. يعني حضرتك زودتي وقت المبادره انت عامله هي عامله مبادره أيوة. والمره المليون بقولها كشف قياسات سمع اتزان مجانا لكل مشاهدي برنامج الطبيب. زودتي وقت المبادره او اضفتي وقت المبادره قلتي لي عشان خاطر في ناس يا ميري بتجيلي هي القصه الموضوع معاها مش من الجانب المادي بس لا هي بتوه ايوه يعني بيلفوا على دكاتره كتير. دي نقطه مهمه حضرتك ذكرتيها عايزاكي تكلميني عنها. المبادره دي يا جماعه احنا ما بنقولش للي ما يقدرش احنا بنقول لجميع ساده مشاهدي برنامج الطبيب لان في ناس بتيجي بتصر انها تدفع اقول لهم يا جماعه لا. وبعدين واحده حتى يعني زي ما تقولي دي حسيت بقى من الناس اللي تايهه او من الناس اللي راحت كشفت التشخيص كان غلط ده الناس بتتوه كتير لانه احنا سمع واتزان اي حد عنده مشكله في الاذن الاول يجي لنا او انف اذن ومفروض يعني بيتحول لينا او لو المريض عارف وبيعمل مقياس سمع كل فتره اللي بيعمل ارجوكم لازم يستمر وما يكسلش لان احنا طبعا بطبيعتنا ان احنا بنكسل طبعا. فاللي عنده مشكله وبيتابع المفروض يتابع كل 6 شهور او كل سنه ده يعني ده على اقصى حاجه ممكن نعملها ولكن لازم متابعه ولابد متابعه ما نستناش لما نقول يا ودني وندخل في قصص تانية ما نقدرش نعملها كنترول. وده اللي الدكتور اتكلمت عليه قبل كده يا جماعه. انا شايفه اذا كان نفسيا او اذا كان جسديا انا كوني ان انا ادخل في قصه السماعات دي هي مزعجة دي مشكلة مش بس على فكرة احنا ككبار اي شيء ملفت غير الطبيعي غير النورمال ده بيضايقنا احنا طبعا طبعا. دكتورة منى انا يعني مش عارفة اقول لك ايه ان انت مستمرة معنا في المبادرة ان انت بتبقي فرحانة جدا بالحاجة اللي بتجيلك. ده رزق يا استاذة ميري ده رزق من ربنا انه بيكرمني دايما ادعي ربنا اقول يا رب وصلني للي يحتاج متخصصي فدي حاجة حلوة قوي. عارفة لو هي مش طالعة من قلبك انت مش تحبيها ومش هتحبي تكمليها طبعاً. بالعكس ده فرحة الناس هي اللي بتشجعنا ودعاهم ليا وليكي طبعا يعني بيشجعونا ان احنا نستمر. اي الدعوه كلها طبعا اكيد بعد ربنا سبحانه وتعالى وبنشكره طبعا اللي بيسبب الاسباب ان حضرتك الاساس بصراحه ربنا يخليكي. لا 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 انت الاساس انت الاساس الحقيقه يعني انت اللي ميرسي خالص يا دكتور نورتينا واحنا بنشكرك ولسه مكملين يعني مبادرتنا مع دكتوره منى العقاد كشف سمع كل قياسات السمع والاتزان مجانا. انا مش عارفه اقول لكم لحد امتى ولكن احنا مستمرين ان شاء الله لحد كمان الاسبوع الجاي لغايه بقى ما نشوف يعني على حسب ايه التسهيل بمعنى الاسبوع اليومين طبعا بنستقبل جميع الحالات ما بنقولش يوم معين او كده لان دي برضو الناس بتسال عليها فاكرين انه يوم معين او ساعه معينه. لا احنا من ساعه ما بنفتح العياده في اليومين الاسبوع بنستقبل جميع الحالات. انا بشكرك جدا ومش عارفه اقول لك ايه كمان يعني كلمه شكر قليله على دكتوره منى العقاد استشاري امراض السمع والاتزان دكتوره جامعه القاهره رئيس وحدات السمعيات بمستشفى الجامعي. انا بشكركم اشوفكم دايما على خير.